صباحكم الخير. يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، اليوم القمر بعد مرافقنا من برج الحوت المائي لليوم الثالث على التوالي، وبعد الابراج المائيه هي الاكثر حظا. كيف رح بيكون هالنهار؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك بعد الاجواء خفيفه، بعد الاجواء ضعيفه بحظوظها وحتى بالنتائج اللي معقوله انت تحصل عليها. الجو بيتاخر شوي عندك بكل شيء، يعني حتى انت لتوصل على شغلك، يمكن حتى الامور تقلع معك بالبيت، ان كانت السياره ان كان حتى الكمبيوتر، تكون اليوم انتبه. اليوم الساعه 6:30 المساء بتوقيت بيروت بيوصل الامر لبرشك، وعندئذ وفقط عندئذ بتتحول الامور الى ممتازه، من عاطله لممتازه. وبتبقى المواليد اللي بعتبرها اقل حظا من غيرها لانها تعبانه شوي اكثر من غيرها هي مواليد 15 و16 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور هيدا انهار بنشطك بحمسك وبيقلك يلا لازم تتشجع لحتى تتحرك. الأجواء عندك اليوم حلوة ونشيطة وبتساعدك، ويمكن حتى في شخص انت ما كنت متوقعه رح يوقف لجانبك. الأجواء حلوة بعكس اليومين المقبلين. وبتبقى المواليد بعتبرها أكثر حظا من غيرها 30 نيسان أبريل 1 و2 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء احتمال انه حدا يستفزك، حدا يتحداك، حدا يزعجك، حدا يسمعك كلمة، او انت تفكر انك سمعت غلط. الاجواء متقلبة، معقول تحمل مشكل خلاف، ويمكن يكون في عند بعض مواليد برج الجوزاء تعب له علاقة باحد الوالدين. تبقى المواليد الاقل حظا 18 و19 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان هيدا نهار إيجابي، هيدا نهار ممتاز، هيدا نهار بيغير الأمور للأفضل عندك. إذا ناطر عم تشتغل على قصة، على قضية، على عمل ما، احتمال إنه إذا ما سمعت الخبر السار باليومين الماضيين إنك تسمعون اليوم. اليوم نهار ممتاز والأكثر حظا 2 3 و4 تموز يوليو. بكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد بكرة أفضل، وإذا ما فيك تنطر لبكرة الليلة بعد الساعة 6:30 المساء بتوقيت بيروت تنقلب الأمور رأسا على عقب لصالحك. من هلأ لوقتها بدك تدولبة، بدك ترقعها، بدك تسير وتجامل. الأكثر حظا 20 ل 22 آب أغسطس، وأيضا جميع مواليد شهر تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بيقدر يتخانق مع خياله اليوم مولود برج العذراء. الاجواء منها هالقد ايجابيه، الاجواء تستفزك، ويمكن معك حق، يمكن عم يستفزوك، مزبوط عم يستفزوك. غلط اليوم بتشوفه من بعد كيلومتر، بتشوف الغلط، يمكن تفهم الامور غلط، ويمكن الامور هي مزبوطه غلط، لكن اليوم ما بتسكت. فبدك تنتبه اليوم مولود برج العذراء، بدك تمالك اعصابك، والا اليوم معقوله تخسر علاقه أو تخسر صداقة أو تخسر ثقة أحد الأشخاص. بتبقى المواليد بعتبرها أكثر تعبا من غيرها مواليد شهر أيلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان اليوم أريح لك من بكرة، بكرة بعض الأمور أو بعض الأبواب بتسكر بوجهك أو بتتعرقل شوي. بكرة بتتعبك، اليوم في تعب لكن أقل من بكرة. مطلوب منك تنتبه لبعض المسائل إن كان بشغلك أو بدرسك أو يمكن حتى بصحتك. اليوم في حكي كتير، وهالحكي له علاقة بتوضيح أمور وبتسهيل أمور. حط قدامك جدول أعمال واضح، كن حذر جدا 15 ل 18 أكتوبر تشرين الأول. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بعتبر هيدا نهار تكملة لنجاحات كل الشهر. هيدا نهار ممتاز، بيطمن لك البال، بيحطك على الشط الأمين، بيحطك على الطريق الصحيحة نحو النجاح. بيبقى عليك أنت تكون قد حالك، عارف حالك وين رايح. الجو ممتاز، ما تضيع الوقت. إذا واصل لهون مستخف بكل شيء، معقولة تخسر فرصة ثمينة جدا. الأكثر حظا 2 3 4 16 17 و18 نوفمبر تشرين الثاني. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس مثل ما قلت لك امبارح، احتمال تكون مشغول بالتحضير لنقلة نوعية بحياتك الشخصية والعائلية، سواء كان سفر، سواء كان ارتباط، استقرار، زواج. يمكن يكون في بعض التصليحات عندك، لكن كمان احتمال يكون في بعض القلق. الليلة المساء بتوقيت بيروت بتتغير الأمور وبتصير رائعة. تبقى المواليد الأكثر حظا نسبيا 22-23 نوفمبر، الأقل حظا 19-20 ديسمبر. 22-23 نوفمبر، 19-20 ديسمبر، كونوا حذرين. بنتقل لبرج الجدي.
بالنسبة لبرج الجدي انهار من هلا للستة ونص المساء بتوقيت بيروت، معك وقت مناسب نوعية الوقت لحتى تفسر تحكي وتوضح وتزور وتشيل وتحط. بعد الساعة 6:30 المساء بتوقيت بيروت بدك تتضبضب وتقعد وتبعد عن المشاكل، فلحق حالك مولود برج الجدي. بتبقى المواليد الأكثر تعبا 8/9 كانون الثاني يناير، والمساء مواليد كانون الأول ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم ومساء وبكره وبعد بكره أجواء رائعة بانتظارك. مولود برج الدلو احتمال إنه يكون في عندك نوع من انفراج لأنه بالك بيطمن، مفكر حالك خسران تطلع بالنتيجة ربحان، بالك بيطمن، مع احتمال تكون المساء مكاسب معنوية إن كان تقدير إن كان ميدالية إن كان ربح، أو يمكن حتى إنك ما خسرت. أحيانا عدم الخسارة بالنسبة لبعض الأشخاص هي ربح. الأقوى حظا 30/31 كانون الثاني يناير 17/18 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت بعتبر هيدا نهار من الأيام الأقوى بهيدا الشهر، الأقوى لأنه القمر ببرجك، لأنه الشمس موجودة البيت العاشر، يعني عم بتقدم لك منصة بلاتفورم لحتى أنت تتفوق، ولأنه القمر ببرجك عندك ضوء أخضر، فمن المستحسن أنك تكون جاهز 100%. الضوء الأخضر كان معك من امبارح أو أول امبارح وبعد في هيدا النهار، لحق حالك قبل 6:30 المساء بتوقيت بيروت. الأكثر حظا 28 شباط فبراير 1 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم فرصة بهالسنة لحتى يحسنوا بحياتهم الخاصة الشخصية العائلية الصحية العقارية. أيضا هيدي السنة بعتبرها ممتازة، لكن في نوع من خربطة، في نوع من فلترينج، في نوع من غربلة لبعض الأمور يلي ما مشي حالها بحياتك الشخصية. ديسمبر نيسان أبريل آب أغسطس هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن على بداية عالم الصباح وعلى التطمينات لكل الحظوظ لكل الأبراج. بدي أذكركم يلي حابب يبلش يعرف سنة 2018 رح تحمل له كتاب كارمن صار موجود بالأسواق. أكيد كارمن والأبراج سنة 2018 صار موجود بالأسواق، فيكن تبلشوا تحصلوا عليه لحتى شوي شوي تعرفوا كيف بدكم تتصرفوا وكيف تتعاملوا مع سنتكم الجديدة. رح ناخد أول بريك، ومثل ما وعدتكم حصتنا مع اليوم مع هادية والموضة هي كبيرة، عم نبلش نحضر له.